السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نطلب الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه العظيم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل بأعطاء أن يحقق لك الرجاء. الله يشافي ويعافي ويداوي ويحفظك الوليدات والعائلة والأحباب وكل المستمعين اللي معنا، اللي عنده شي غراض الله يقضيه له، واللي عنده شي وليدات الله يصلحهم له، واللي عنده شي ديون الله يقضيها عليه، واللي عنده شي نزاع أو شي غضب الله يطفيه. ونطلب الله تعالى يجمع الشمل للجميع. ودائما وصية هي أن الإنسان لا يستسلم لليأس ولا يستسلم للقلق ولا يستسلم للحزن، دائما يكون الإنسان متفائل وليقول لي رب اسمه الكريم، لي رب اسمه الرحيم، لي رب اسمه اللطيف، وإن شاء الله ستفرج، إن شاء الله ستفرج للجميع بفضله ومنه وكرمه. إذا تدخل المولى عز وجل فإنه يعطي بالأسباب وبلا أسباب وضد الأسباب، وإذا توكل العبد على خالقه بيقين سوف يرى ما يدهشه. فالمستقبل لنا والوطن لنا والخير كله لنا فضلا من الله وإكراما. قولوا جميعا أمين. آمين آمين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.